عندما يتواعد شاب صيني. إذا تزوجتني سأعطيك كل ما أكسبه من المال. إذا قبلت الزواج مني فلا داعي أن تعملي لكسب المال، سأتكفل بمصاريف البيت. الشباب الصينيون مميزون في الرياضيات، بغض النظر عما إذا كنت تشترين الخضروات أو الملابس أو مستحضرات تجميل، يمكنني مساعدتك في اكتشاف أرخص طريقة لشراء. أنا أجيد اللغة الصينية والعربية والإنجليزية والفرنسية، يمكنني اصطحابك إلى جميع أنحاء العالم. نحن شباب الصينيين مفكرون ومرعون للشعور ونعطف على الآخرين ونعامل صديقاتنا بشكل جيد للغاية ولا نزعجهن أبدا. لا أحد يستطيع أن يقارن نفسه بنا في البطولة، ما دمت هنا لا أحد يستطيع أن يتنمر عليك. في الواقع هي حلقة الخلفيات الثقافية مختلفة، شخصيات مختلفة، لولا اختلاف الأذواق لبارت الصراع. الرجال العرب لا يدهنون ولا يشربون كحولا، معظمهم يعودون إلى المنازل لمرافقة زوجاتهم وأطفالهم بعد العمل، وتقريبا معذورون عن طبيعة الفاسدة. هذا أمر يستحق الثناء، وبسبب النظرة العائلية قوية معظمهم يحبون الأطفال، مقارنة بالعائلية الصينية التي لديها طفل واحد أو اثنين فقط. فمعظم العائلات العربية لديها 4 أو 5 أطفال، بالإضافة إلى ذلك فهم أذكياء جدا ويجيدون تعلم من مزايا الآخرين. منذ العصور القديم كان العرب يجيدون تعلم من بلدان أخرى، لقد استوعبوا ثقافة مختلفة مثل يونانية وفارسية والصينية، فخلقوا لنا ثقافة العربية غنية ومرونة الآن. وحسب تقرير تايمز بريطانيا فإن الرجال الصينيون يتميزون بصفات جيدة مثل العمل الجاد والمثابر، إنهم مسؤولون ويساهمون في العمل. الرجال أكثر وسادة في الصين هذا العام ليس أكثر من الخبير في الجهاز التنافسي الأكاديمي جون نانشان صاحب 84 عاما. في وقت الذي اشتدت فيه الحاجة البلاد والشعب إليه، خرع إلى الخطوط الأمامية لمكافحة الوباء، للبحوث عن طرق العلاج والسيطرة على الوباء، فأنقذت حياة العديد من المصابين. يوان لونبينغ المعروف باسم أبو الأرز الحجين الصيني، نجح في تطوير تقنية تحجين الأرز المائي من أجل حل مشكلة العجز الغذائي الموجودة في الصين ودول العالم أخرى. وأشار تقرير إلى أن أعلى معدل لإنتاج الأرز المحجن وصل إلى حوالي 23,000 كيلوغرام لكل هكتار. لقد تطورت كل دولة صفات متميزة لا حصل لها في تاريخها طويل، وبفضل تعايش الثقافات المتعددة يظهر عالم جمالها وتنوعها، كما يدل على ذلك المزيد ومزيد من الحالات الزواج بين المختلف الجنسيات في المجتمع الحديث. لذلك عندما تبحث عن رفيق الحياة، ما هي المعيار التي تريد أن تتوفر فيه؟ مرحبا في مشاركتكم.